اهلا وسهلا بكم. النهارده ان شاء الله نبتدي نشوف مع بعض ندوه بعنوان التنمر الاسباب والعلاج. انا اسمي احمد عثمان، محاضر في مركز بالعقل نبدا للتنميه الفكريه والمهاريه. بنرحب بكم وان شاء الله الندوه تعجبكم وتكون مفيده وتستمتعوا بيها ان شاء الله. مين فينا هنا تعرض للتنمر، سواء بقى في فتره قريبه او فتره بعيده؟ طيب، حلو قوي. اول حاجه نبتدي مع بعض نعرف يعني ايه التنمر. التنمر جاي من كلمه نمره، نمره اللي هو فعل افعال النمر من ناحيه الاعتداء على الاخرين. نمره فهو نامر، وعندما يتنمر بشكل كبير او يفعل افعال النمر بشكل متواصل فهو تنمر. فالتنمر هو نوع من الغضب وسوء الخلق والاعتداء على الآخرين. وضحت كده ولا ايه؟ طيب، حد تعرض للتنمر قبل كده؟ عايشين فيه طول النهار. طيب، واحدة واحدة خلال المحاضرة هبتدي نستعرض أمثلة ونشوف احنا ليه عايشين فيه طول النهار. طيب، الكلمة المشهورة يمكن التنمر بيربطوها بحاجة اسمها بولينج او الجايه من الطول، ولكن ده ربط خاطئ، لان التنمر جاي من فكره سيئه هي البلطجي الذي يحمي السيدات سيئ السمعه، فاذا هي مرتبطه بفعل او بلطجه او قوه اكتر منها جايه من الطول. التنمر هو سلوك عدواني تسلطي متكرر. طبعا لما دورنا على تعريف كلمة التنمر لقينا فيها تعريفات كتير قوي. اختلف علم علماء النفس وعلماء الاجتماع في وصف ووضع تعريف للفكرة، ولكن احنا حاولنا نجيب السمات المشتركة بين الفعل ده والتعريفات المختلفة، فلقينا ان هو سلوك انساني اختياري ليه طابع هجومي او عنيف ناتج عن عملية الغضب. واهم شيء بيميز التعريفات المختلفة في التنمر انه يبحث فيه الانسان عن سلطة، فهو يعطي لنفسه قوة ويحاول التأثير او تسلط او كسر واهانة الطرف الاخر. يبقى لو في فعل عدواني اساء لطرف لشخص اخر بالعرض او بدون قصد ما بيحطوش تحت التنمر، ولكن التنمر هو فعل يؤدي الى الاساءة او التسلط للطرف الاخر، وغالبا بيكون نتيجة بواسطة هجوم او حالة من الغضب. طيب، التنمر هنا ممكن نقسمه ازاي؟ اول جزء ممكن نقسم بناء على طبيعة المتنمر نفسه. فالتنمر ممكن ينتج من شخص واحد، فعل عدواني من معتدي واحد بس، او يتم التنمر من مجموعة من الناس. مثلا في المدرسة ممكن شلة صحاب يتجمعوا على شخص غريب شوية او ضعيف، فيبتدي يسخروا منه، يعملوا تنمر لفظي او تنمر جسدي، فدي بيسموها حالة تنمر جماعي، وطبعا دي بيكون تأثيرها اسوأ بكتير جدا من حالة التنمر الفردي. صحيح، ممكن دولة بحالها تتنمر على دولة تانية. عمليات الاحتلال وعمليات الغزو الاقتصادي، يعني عمليات الغزو الثقافي، دي كلها عمليات ممكن بتخش فعلا تحت التنمر. التنمر ممكن يكون اما عنيف او مجرد من العنف، عنف جسدي، او يكون تنمر بصورة غير مباشرة زي ما هنشوف التنمر اللفظي. التنمر اما يكون بناء على استخدام لفظ، اهانة، إساءة، لمز، تك على السين، إيه تاني؟ تقليل من شأن إنسان، تقليل من عمله، دي كلها وسائل من التنمر اللفظي. أو التنمر الجسدي ممكن يكون زقة، دفعة، نعم، عنف، ممكن يكون إساءة جسدية، إساءة جنسية، تحرش، دي كلها أنواع مختلفة من التنمر.
في تنمر تاني غير مباشر، بيبقى الشخص المعتدي بيعتدي على انسان اخر ولكن بصوره غير مباشره، زي الافعال اللي هي زي النميمه، زي الغيبه، زي الوقيعه بين شخصين. دي كلها اعمال بيتم فيها الايذاء ولكن بصوره غير مباشره. التشويه السمعه، نشر الاشاعات، دي كلها عمليه من عمليات التنمر غير المباشره. الضحيه ممكن يكون انسان كامل، انسان عنده مقومات كامله، ولكن ظن المعتدي او المتنمر انه يستطيع التنمر به او استضعافه، او ممكن يكون انسان ضعيف عنده عيب خلقي، الدخ في الرهب مثلا، او يكون مثلا وحي يعني انطوائي، شخص غير اجتماعي. ممكن التنمر كمان يكون مش على انسان، في بعض الانواع من التنمر بتتم على الحيوانات، تلاقي الاطفال وهم ماشيين في الشارع ممكن يمسك طوبه بدون اي سبب، ولكن نتيجه مشاعر معينه يرمي طوبه على كلب على قطه ويحس بفرحه شديده جدا انه تنمر على الحيوان الضعيف ده، او تنمر على الجمادات او الحشرات. يعني ممكن هو ماشي يلاقي حشره غير مضره خالص بعيد عن بيته ولكن بيدوس عليها ويموتها، فيحس ان هو حاله من السعاده. فدي كلها حالات مختلفه او انواع مختلفه من التنمر. طبعا اشهر انواع التنمر بتتم عند الفئه المراهقه وبتتم في المدارس. ممكن يكون في حاله من التهديد بالقوه او فعل قوه نفسه، يعني في فعل بالقوه او التهديد بالقوه. ممكن يكون سخريه، حاله من السخريه، او المقالب اللي بتتم في اشخاص ويتم تصويرهم مثلا ووضعها على الفيس او التشهير بيهم. القلش، حاله القلش او السخريه، دي كلها حالات من مختلفه من التنمر. زي ما قلنا التنمر فيه منه مباشر ولفظي، زي التنابز بالالقاب، نطلع لقب، نطلع اسم بيضايق على شخص معين، او اختراع كنيه سيئه، التقليل من قيمه عمله، وغالبا ده بيتم للناس المتفوقين، الناس الملتزمين. الناس دول لما يكون في شخص شريف او شخص ملتزم، شخص عنده قيمه معينه، الشخص ده بيعمل حاله من تانيب الضمير للاشخاص الغير ملتزمه او الاشخاص اللي مش شاطرين، فالناس بيحسوا بالتهديد، يحسوا ان هم ضعفاء بالنسبه لهم، فعشان يكتسب السلطه تاني فيبتدي يسخر من اعماله او اقواله، يبتدي التقليل من عمله، بينتظروا غلطه، غلطه واحده. لو حتى ممكن التنمر يصل من المربي نفسه، يعني لما يلاقي ان في طالب بيصلح للمدرس مثلا، المدرس غلط، فالمدرس ممكن يستقصده ان هو ازاي يصلح له قدام الطلبه، فيبتدي ان هو يتصيد له الاخطاء ويهينه او يقلس عليه لو حصل منه اي خطا. طبعا ممكن اهانه او التهديد، ده كله بيخش في التنمر اللفظي. لو الموضوع زاد بقى بعد كده وابتدت عمليه الغضب المتبادل، يخش بعد كده على طول، يبقى المتنمر مستعد ان هو ينتقل للمرحله الثانيه، يبقى في تنمر جسدي بناء على دفع او ضرب او مشاجره، ممكن حتى تقييد شخص او ربطه ثم حبسه في مكان معين او في غرفه معينه بناء على، بحيث يسهل الاعتداء بعد كده. طبعا في بيئات مختلفه، هو التنمر هو حاله اجتماعيه بين اشخاص، فاي احتكاك اجتماعي ممكن يبقى فيه معرض ان في اشخاص تطلب التسلط على اشخاص تانيين لو ما حسوش برادع، فيبتدي ان هو يتنمر، فممكن يحصل تنمر في العمل، تنمر في العمل من الزملاء على بعضهم البعض. تمام، ممكن شخص ينشر اشاعات على زميله او ان هو يسخر منه لانه حاسس بالتهديد او بيحب يملك السلطه على الشخص التاني ده. ممكن التنمر في المنزل نفسه، لو في اخ كبير عاوز بيتسلط على اخواته الصغيرين، فهو شايف ان الكبر ده بديله الحق ان هو يسعد او ياخد نفوذ وياخد سعاده على بناء على حقوقهم هم، فيبتدي ان هو يتنمر عليهم. او حتى ممكن يصل التنمر من ولي الامر نفسه، ان ولي الامر نفسه هو عاوز يفرض سلطته
شايف ان دي هي دي الأبوة او الأمومة، فيبتدي يتنمر على اولاده من ناحية فرض التسلط عليهم وكسوهم، وخصوصا ده بيحصل في مرحلة المراهقة او لما الابن يبتدي يكبر ويبتدي يبقى ليه فكر ويبقى ليه قرار، فيبتدي ممكن يخالف اولياء الامور، فساعتها نتيجة الفكر الخاطئ عند الاب او الام ان الابن دوت، يعني للاسف الفكرة دي منتشرة، ان الابن ده ملكية خاصة، ايه، انا اللي ربيتك، انا اللي تعبت فيك، فاذا انت لازم حياتك كلها تبقى بناء على الافكاري، انا تخش الكلية اللي انا عاوزها، تتطبط بالانسان اللي انا عاوزه، تلبس بالشكل اللي انا عاوزه، نفيين جدا اهم حاجة بتدي للانسان وهي فكرة حرية الاختيار او الاقتناع، فيبتدي يحاول يتسلط على ابنه ويبتدي يحاول يكسر ارادته، وهو ده اللي بيشوفه باستخدام بقى سلطة لفظية، سلطة جسدية، حتى السلطة الدينية نفسها. يعني كتير من الاباء بيعتقدوا ان الدين بيأمر الابناء ان هم يطيعوا اولادهم ابائهم، مع ان بمراجعة النصوص الدينية الطلب ليس الطاعة، ودي محتاجة برضو يعني ان احنا نراجع ونشوف الطلب من الابناء ناحية الاباء هو البر. البر يعني المعاملة الحسنة الى درجة الذل والخضوع للوالدين، لان حقهم على الابناء كبير جدا جدا. طبعا بقول الكلام ده وانا اب وعندي ولد وبنت وفي سن المراهقة وعارف يعني هيحصل لي ايه، ولكن الفكرة العامة هي دي الحدود اللي حطها الدين، ان واجب على الابناء البر والاحسان، ولكن ليس واجب عليهم الطاعة، لان لو الطاعة مفروضة يبقى هنا شلنا حرية الاختيار من الانسان، وده اقدس حق ربنا اداه للانسان عشان يميزه عن بقية المخلوقات. فدي يتحط دولي ويتحط في الشارع ويتحط في كتير حاجات كتيرة جدا، ولكن دي بعض الأمثلة اللي احنا اتكلمنا عليها. واضح؟ فالناس اختلف رد فعلهم بناء على لما حصلت حالات التنمر. في بعضهم ما قدرش يستحمل المنظر، فابتدى بناء على أفكاره ومعتقداته وقيمه ان هو يتدخل وبينصر الشخص الضعيف. وفي أشخاص على طول بأفكارهم بيقول أنا مش عاوز أسبب لنفسي أي مشاكل، أنا موجود هنا عشان أدرس، فابتدى ينسحب من العملية دي. طبعا دول اللي هنسميهم بعد كده عامة الناس أو المارة، الناس اللي بتمر على حادثة التنمر هنبتدي نحللهم برضو ونشوف هل هم مشاركين في العملية ولا لا. اتفضل. صحيح. جميل. ايوه. تمام. انت حضرتك كل الاعتقاد الشائع عند الناس قلت ممكن، صح؟ فهي كلمة ممكن دي احنا بنتحقق، هل ده ممكن فعلا، ممكن دي فعلا حقيقية ولا هي وهم موجودة عندي عشان احمي نفسي من اي ضرر وقع عليا؟ لان في الاخر في قيمة معينة بتقول لي انا لازم يكون ليا دور اجتماعي، انا لو ما عملتش كده بابسط جزء بكرة يحصل فيها كده، لان التنمر هو شخص قوي بيتنمر على شخص ضعيف، فانا وجودي في المجتمع ده لو سبت قيمة العنف والمادية وكده تنتشر هنبقى غابة، فاذا الغابة، لا انا مجتمعي انا عاوزه يبقى غابة، انا اتحط فيه وممكن اتاكل من حد قوي او ابني معدي في الشارع فيحصل فيه نفس القصة، ولا انا بحاوز احول مجتمعي الى جزء تاني بتحكمه العدل، بيحكمه قيمة معينة، حقوق وواجبات وكذا. ابسط مثال ان انت بتتدخل بتحاول ترجع التنمر ده من الحالة الجسدية اللي بتحصل وفوران الغضب اللي حاصل الى بيفصلوا بينهم،
فحتى لو هدومي اتقطعت شويه بس انا عارف ان حاله الغضب لو اتثابت ممكن يبقى الشخص الغلطان ده اللي بيتضرب بدل ما يتعاقب بشكل معين يوصل الموضوع الى عواقب اكبر وقتل وندم وحاجات زي كده. يبقى انا في الاخر بحاول ارجعها الموضوع اهدى شويه. حتى زمان كان الناس على طول اي خناق اي خناق لازم يخشوا ويفصلوا بينهم. اول ما يفصلوا بينهم بيبقى الخناقه بترجع كلام تاني وشتايم وبتاع. مش مشكله الكلام مش هيوجع قوي يعني، بس عشان ما نتحولش الى الخطا الشديد اللي ممكن يحصل فيه ضرر جسدي كامل. طيب احنا نتكلم على التنمر من اكتر من منظور، ولكن اكتر منظور ممكن نثق فيه ونعتمد عليه هو المنظور الفلسفي. ليه بقى؟ مش عشان احنا بالعقل نبدا متحيزين للفلسفه، ولكن كلمه فلسفه هي بتوصف الواقع بشكل شامل شويه، مش بتبص له من جهه واحده، من جهه تربويه او من جهه نفسيه او من جهه مدرسيه او من جهه الطلاب. لا، بتحاول ان هي تكشف جميع، تحلل وتكشف جميع ابعاد المشكله. لما بكشف جميع ابعاد المشكله بقدر اعرف الاسباب الحقيقيه والاسباب الجانبيه او المساعده. الفلسفه ميزتها كمان ان هي بتاكد حريه الاختيار. يعني في نماذج تحليليه كتير للتنمر بتقول لك ده بناء على التربيه. فبما ان الابن ده المتنمر دوت والده او والدته او اهله او المجتمع متنمرين، فهو حتما ولا بد لازم يكون ايه؟ متنمر. وهنا بيشيل جزء حريه الاختيار ونبتدي في حاله من الجبريه او الحاله من الحتميه اللي خلاص مش هنعرف نخرج منها. ولكن لا، مهما كان العوامل اللي بتاثر على الانسان هنأكد ان هو ليه حرية الاختيار. طبعا الوصف الفلسفي برضو بيأسس للتحليلات من الجوانب الاخرى وما بيهملهاش. طيب لو احنا عاوزين نحلل الانسان او حالة التنمر او المتنمر بصورة فلسفية هنعمل ايه؟ اول جزء بنقول الانسان عنده حرية اختيار. بما ان الانسان عنده سلوك اختياري فهو بينطلق من السلوك ده بناء على عدة عوامل. اول حاجة الافكار بتاعته، هو فاهم نفسه ازاي، فاهم الشخص اللي بيعتدي عليه او بيتنمر عليه ازاي، وشايف السعادة عاملة ازاي، وشايف مين القوي في الدنيا دي ومين الضعيف، وايه القيمة او الحق او الفكرة اللي هينطلق منها عشان يعمل الفعل ده. الشخص ده برضو عنده نفس بتحركها قوة. القوة ديت قوة متنوعة نتكلم عليها، وعنده حالات نفسية مختلفة، وعنده حاجة اسمها الأخلاق. يعني ايه الأخلاق؟ يعني الصفات المتجذرة في النفس اللي بتساعد الإنسان على فعل معين بشكل سلس بشكل سهل. يعني ايه برضو؟ يعني لما نقول شخص كريم، يعني ايه شخص كريم؟ يعني يتحلى بخلق الكرم. طب وبعدين يعني؟ يعني عندما يفعل عملية الكرم فهو بيفعلها بمنتهى الايه؟ السهولة والسلاسة وعدم الشعور بأي مشكلة. لكن لو هيفعل الفعل اللي عكس الخلق ده زي البخل مثلا، لو شخص كريم اضطر ان هو يبخل، ما عزمش حد على غدا ولا ما عرفش يكرمه، بيحس بتعب ايه؟ شديد جدا. يبقى الخلق هي الصفة اللي بتخليني افعل الفعل المرتبط بيها بمنتهى السلاسة. طيب ايه القوة اللي بتحرك الانسان؟ بتحرك الانسان ثلاث انواع من القوة بتحرك نفسه. اول قوة اسمها قوة الشهوة، ودي القوة اللي بيكون عندنا ناقصنا حاجات معينة، احتياجات معينة. الاحتياجات دي لازمة لحياة الانسان زي الاكل. فعندي شهوة الجوع، لما يبقى عندي شهوة الجوع بيحركني ان انا اكل. لولا الشهوة دي كان انسان ما ياكلش. شهوة النوم، شهوة الراحة، شهوة الشرب، دي كلها انواع من القوة النفسية اللي بتشوف ناقص جسدي ايه فبتحركني بناء على اخد الكمالات الجسدية اللي ناقصاني. في قوة تانية اسمها قوة الغضب. قوة الغضب هي اللي بتدفع عني الشر. لما حد ياخد حاجة من عليا او عاوز يضربني فانا بغضب، او بياخد حقي فانا بغضب بناء على الظلم الواقع عليا. او الخوف، لما اشوف اسد معين او جبل بينهار او كذا بحس بحاله من الخوف. الخوف ده بيبعد عني، خليني اتحرك من مكاني فابعد عن
مكمن الشر اللي بيقع عليها. القوتين اللي هي قوة الشهوة وقوة الغضب، القوتين دول غير عاقلتين، ما يعرفوش يبطلوا امتى. لما تبقى فيه شهوة اكل، بيحب الانسان ياكل، يزود اكل وكمان اطمى، طب اجرب نوع جديد، طب احلي، طيب اشرب حاجة، ما بيعرفش يبطل امتى، حتى لو جاله اشارة من بطنه او من جسده ان انت كده شبعت، ولكن ممكن شهوة الاكل تزيد لغاية ان هو يجيله تخنة او يدخن او كذا. شهوة النوم، ممكن انسان ينام ويستريح ويزود نص ساعة، يزود ساعة ساعة لغاية ما يضيع يومه كله. فالشهوات برضو الغضب نفس القصة، ممكن انسان يقتل واحد اثنين، يقتل عيلة، يقتل قبيلة، يقتل شعب، يخترع القنبلة النووية عشان يبيد شعب لو تحكم فيه شهوة او قوة الغضب في الانسان. شهوة والغضب موجودين عند الانسان وعند الحيوان، ولكن اللي بيميز الانسان ان عنده قوة ثالثة اسمها القوة العقلية، اللي هي بتعرف تحط الحدود او تعرف تدي الحقوق، فتعرف ان انا المفروض اكل لغاية حد معين، او اغضب عشان ارد الضرر اللي وقع عليا لغاية حد معين. فالانسان العاقل هو اللي بيتحكم قوة عقله في قوة شهوته وقوة غضبه. طيب ده بالنسبة لتحليل الانسان بشكل عام. طيب العوامل المساعدة، برضو المتنمر بيتدخل في العوامل تنمر الفعل بتاعه، ظروف جسده، ظروف المجتمع اللي هي سواء كان قادة المجتمع او النخب المسؤولين عن النظام، او الاب لغاية المدرس لغاية المدير لغاية رئيس الحي لغاية رئيس الدولة، ممكن الامم المتحدة، دي كلها بنسميها القادة اللي هم المسؤولين عن وضع النظام الاجتماعي في بيئة معينة. وفي عامة الناس اللي هم بيشاهدوا عملية التنمر او واقعين في المكان اللي بيحصل فيه عملية التنمر، وفي النظام المجتمعي اللي عايش فيه المتنمر مع الضحية بتاعه، وديت بتبقى بتتأثر بالتربية، بيتأثر في الاعلام، بيتأثر في التعليم، دي كلها عوامل بتأثر او بتبقى مساعدة في سلوك المتنمر. طيب يبقى احنا عشان نحلل بعد كده بنشوف الاسباب الفكرية، الاسباب النفسية، الاسباب الاخلاقية، الاسباب الاجتماعية والتربوية، ثم الاسباب الجسدية. يبقى الحالة الفلسفية بتشمل بتوضح لي كل المكونات، عشان بعد كده ابتدي ادخل وحلل مكون مكون واشوف مين العوامل الاساسية اللي بتأثر في الظاهرة دي، ومين العوامل المساعدة اللي برضو لازم اخد بالي منها. ما هي اللي ممكن نقول الجسدية، هي الجسدية بتبقى برضو جزء اقتصادي عن احتياجاتي. طيب اهم جزء هنتكلم عليه هو الجزء الفكري، لان التنمر هو سلوك، وسلوك الانسان بيبقى ناتج من افكاره. فلو احنا حللنا الافكار هنعرف هو عمل السلوك ده بشكل ايه اسبابه. المتنمر عنده قيمة لنفسه، عنده قيمة للضحية اللي هو بيتعامل معاها، وعنده نظرة للمجتمع والعالم من حواليه. المتنمر بيشوف قيمته اعلى، احنا قلنا ده فعل تسلطي، بما اني قيمتي اعلى فانا استحق سلطة اعلى. بيشوف ان الاخر هو وضيع، هو قليل القيمة، فيستحق ان هو يوصل للمرتبة القليلة دي عشان يديني السلطة اللي انا استحقها. وبيشوف العالم ان هو الاحتياجات فيه او الموارد فيه نادرة، فانا لو موجود في مكان في اسرة، فالاسرة دي العالم بتاعنا كله ممكن يكون البيت اللي احنا فيه، او مثلا انا واخواتي، لو انا اخ كبير بتنمر على اخواتي، فبنشوف ان العالم هو مثلا الاوضة بتاعتي اللي مفروض كل الاخوات التانيين يتحبسوا في الاوضة مثلا ايه التانية، او ان التلفزيون انا اللي اشوفه في الوقت اللي انا عاوزه لاني اعلى قيمة، والاشخاص التانيين يعني لو كنت نايم ممكن يتفرجوا على التلفزيون بس يوطوا الصوت خالص مثلا. فاذا بيشوف العالم هو الموارد اللي فيه هي موارد نادرة بسيطة لازم كلنا نخش ونتخانق عليها. طيب بيشوف الضحية برضو، بيشوف نفسه ازاي؟ الضحية برضو مسؤول عن حالة التنمر دي، فهو بيشوف نفسه ان هو قيمته قليلة، ممكن يحس بعجزه،
انه في بعض الاشخاص يعتقدوا ان هم يستحقوا عمليه التنمر، يستحقوا العقاب لان هم ما بيتمتعوش بقوه تحميهم. فبما اني انا مش قوي ما بعرفش احمي نفسي، يبقى انا ايه في العالم المادي الغابه اللي احنا عايشين فيها دي استحق ان انا اداس وان المتنمر يستقوا عليا. في اشخاص بيتجاهلوا عمليه التنمر حتى لو حصلت عليهم او حصلت لناس قريبين ليهم، فدي كلها الافكار اللي بتساعد على عمليه التنمر. الفكر العام هنا اللي احنا نقدر نشبه بيه الواقع اللي بيؤدي لعمليه التنمر دي، ان الفكر هو فكر مادي بيصف الواقع كانه غابه. احنا لو فكرنا في الظروف دي كلها هي فعلا غابه. الغابه فيها ايه؟ فيها حيوانات قويه وحيوانات ضعيفه. القوي بيتمتع بقوته، بيحس بقوته، فبيشوف من الطبيعي جدا ان هو يستغل قوته، ان هو ياخد اكبر موارد تساعده في حياته. الضعيف ما بيشوفش حاجه غير الغابه، بنتكلم على مستوى الحيوانات، فهو شايف ان من حق الاسد ان هو يقعد في المكان اللي هو عاوزه، من حق الاسد ان هو يفترس الفرائس اللي هي عاوزها، من حق الاسد ان هو مثلا ياخد عدد زوجات بما ان ده الاقوى بصراع، فيبقى اقوى ذكر هو ياخد اقوى عيله، يقعد جنب الميه، حتى ولو بمجرد مزاجه ان هو يفتري على اللي اضعف منه، ده من حقه لان القيمه اللي بتعلو في الغابه هي قيمه حق القوه. مفيش قيمه تردع الاسد، يا اما قيمه خارجيه او الاسد نفسه ان هو تردعه ان هو يبقى عنده القوه ان يبطش بحد اضعف وبيتراجع عن الفعل ده. يبقى في حق القوه، الضعيف بيتاكل، اختفاء الردع الشخصي في النموذج المادي الغابه. مفيش حاجه اسمها قيمه الهيه، ان الاله موجود وان الاله بيحاسب على كل فعل بيصدر من الكائنات اللي موجوده في الغابه ديت، فبيحق الحق وبيجي على الظالم ويقتص منه بعد كده، وبيجي على المظلوم وينصره. دي كلها بتختفي من فكر الغابة. او ان في قيمة اسمها قيمة العدل، والعدل حسن او العدل كويس والظلم سيء، فدي كلها قيم بتختفي من الغابة. في الغابة بيشوفوا ان السعادة هي مادية بس، وبما ان المادة بتضيع او المية عددها قليل مهما كانت موجودة، الاكل قليل، الاماكن قليلة، فاذا السعادة مادية ومحدودة، ويبتدي يحصل التنافس عليها. الفكر ده طبعا هو ده الفكر اللي بيتقدم حاليا في الثقافة المادية على مستوى العالم، وبيغزو العالم كله، ان انت لازم تكون اسد وسط الاسود، واما الا هتتاكل. ما ينفعش ان انت تستند لقيمة، او ان انت يبقى عندك قدرة على البطش، او انك تاخد حقوق التانيين، ويبقى في رادع الهي او رادع قيمي من عن نفسك تردع نفسك بيه. فالاسف دي الثقافة اللي بتتصدر حاليا، وبنشوفها في نماذج مختلفة. مثلا لو نتكلم عن المواصلات، بيحصل تنمر في المواصلات ولا لا؟ تمام. لا، لو اتكلمنا على الطريق نفسه بقى، يعني خلاص ركبنا المواصلات وابتدت التنافس بين السيارات والميكروباصات مفيش رادع. بما اني استطيع ان انا اخد سلطة اكتر، فانا ايه هاخد السلطة دي، الا لو جه رادع قوي يمنعني، لكن مفيش رادع ذاتي او شخصي. يعني مثلا نشوف الصورة دي، مين هنا اللي بيتنمر على مين؟ لو هنا مثلا في ثقافة بالنسبة لفئة معينة، مثلا سواقين الميكروباصات، طبعا التعميم مرفوض، ولكن لما بنتكلم على ظاهرة بيبقى الأغلبية بتعاني من الظاهرة دي. فبنلاحظ هنا في عملية تنمر واضحة، يعني الشارع من أول هنا، رصيف من أول هنا لغاية هنا، دي كم حارة؟ 1 2 3 4 5 6 مثلا. طيب بالنسبة للعربيات، في كم حارة دلوقتي ممكن تمشي فيها؟ لا، ممكن نقول حارة واحدة، يعني هم ذوقيا سايبين للناس ايه حارة واحدة بس. الميكروباصات دي هي نفسها حاسة ان في حالة محدودية في الركاب، محدودية في الرزق، فيبتدي يحاول ينافس الميكروباصات المنافسة، او ان هو ينافس العربيات الملاكي عشان
يسبقها وياخد مكانها، فبقى ان ما اقدرش انا اقف جنب الرصيف، يعني ده ما يقدرش يخش جوه شويه او ده يخش جوه شويه، لا ده الموقف اللي متجمع فيه الناس، فيبتدي الميكروباصات دي كلها تقف وتبتدي تاخد. امتى يحصل نظام؟ في الغابه لو قرر الاسد او قرر صاحب السلطه ان هو يبتدي ايه يرضع الاشخاص ويوقفهم ويدخلهم جوه، يا اما في عقاب اكبر زي يسحب منه الرخصه او يديله مخالفه او كذا. طبعا ده في مجتمع الغابه، لكن في المجتمع الانساني المفروض الانسان نفسه يكون عنده رادع ذاتي، عارف ان الدنيا فيها رادع اكبر، عارف ان الدنيا فيها حقوق وواجبات، فيها عدل وظلم، حتى لو هو بشكل مؤقت امتلك القوه ان هو يستفرد بالضعفاء ويتنمر عليهم، في وقت من الاوقات هيتحاسب كل ده وهيتسجل بالورقه والقلم، وهيجي حد يقتص منه ويرجع الحقوق لصحابه. طيب برضو نفس القصه، في نتكلم على التكاتك، برضو مش بنعمم، بنشوف نماذج كويسه جدا، ولكن الفكره ان بقى في اتجاه او فكر معين مسيطر بيربي الاشخاص اللي داخلين ليه. يعني انا لو جبت توك توك جديد ودخلت مجتمع سواقين التكاتك هيبصوا لي بشكل وحش جدا لو انا التزمت بالاتجاه، مثلا ما مشيتش في الاتجاه المعاكس، او ان انا مثلا ما كسرتش على العربيات وابتديت اخرم وازوق. فساعتها البيئه نفسها او الفئه نفسها بيزرعوا وسطهم بصوره مستمره افكار تدعو للتنمر، تدعو للتسلط، فبيؤدي لانتشارها بشكل كبير. طبعا في وسط البيئه ديت لو احنا كمان هنسمع زي ما هنشوف بعد كده الاغاني نفسها اللي بتشتغل والافكار اللي بتنشروها وسط الشباب او الركاب اللي بيركبوا، دي عمليه برضو اساءه وتنمر بشكل سيء. التنمر ناحيه، دايما هنشوف التنمر بين اي قوي واي ضعيف، والقوي ما عندهوش الرادع. فلو قلنا السيدات ده عنصر نوعا ما عنصر ضعف في السواقه، بتبقى سيده برضو خايفه على سمعتها، خايفه على الاحتكاك مع الرجاله، فممكن نلاحظ برضو عمليات التنمر بين لو في سيده سايقه عربيه صغيره شويه، ممكن على طول تلاقي العربيات بتكسر عليها والالفاظ والاتهامات، سواء السيده دي بتعرف تسوق او ما بتعرفش. لو حصل تناطح او تنافس بين عربيات كبيره جدا مثلا على الدايري اللي بعد الساعه 11، العربيات النقل مع العربيات او اتوبيس النقل العام، يعني برضو بيعمل عمليه تنمر مستمره، او المشاه اللي بيعدوا في الطريق دي كلها، هو تلاقي المشاه هو بيطلب منك انك يقف تقف له او عاوز يعدي، فاول خطوه بياخدوها بسرعه شويه. اول ما ياخد خطوه يبقى قدام العربيه، اللي يحصل يبطل بقى خلاص، ما انا كده انت وقفت، انا بقيت انا صاحب السلطه وسواق العربيه هو ايه اللي تحت رحمتي، فيبتدي يهدي ان هو يعدي الشارع بشكل بسيط بشويش، ودي 10 20 30 واحد يعدوا عقبال ما يسمحوا للسيارات تاني ان هي تاخد طريقها. بالظبط، ما هو دي الحاله، دي حاله عدم اعطاء الحقوق، بما اني انا بقيت مستضعف وانا حاسس ان انا هتاكل واحنا عايشين في غابه، فانا هعمل ايه؟ هستخدم قوتي، ممكن استخدم العربيه بتاعتي عشان استرد مش بس حقي ولكن انتقم من كل المشاة اللي هم موجودين قدامي بعد كده. اكبر حاله طبعا في وسائل الاعلام، ودي اللي بتغرز الافكار اللي احنا اتكلمنا عليها، من اخطر انواع اللي تربينا عليها كلنا، توم وجيري. توم وجيري دي كرتون ما بيكلموش بعض تقريبا، كل فعل بينهم بعض هو فعل عنيف، يمكن بنشوف 90% القطه هي اللي بتحاول تتنمر بالفار، ولكن حتى لما القطه يكون في موقف ضعف او ان هو ساكت شويه، وضع السيناريو ما بيسيبش القطه في حالها، بيخلي الفار عشان يحصل الاحداث المثيره ان هو يتنمر بالقطه ويغيظه ويضربه. طبعا دي الطفل الابيض الصغير الشفاف لما يتربى ليل نهار على حاجات زي كده، بيبقى عنده عملية العنف وعملية أخذ التواصل الجسدي بالعنف وبالضرب، ومفيش كلام بيننا وبين بعض، ده بيكون عملية أساسية في حياته بعد كده.
فكرة المهرجانات، يعني احنا كنا نتكلم على الأغاني والكلمات اللي تردد في ذهن الإنسان. المهرجانات دلوقتي ما بقتش مختصة بفئة اقتصادية أو فئة اجتماعية معينة، لا بقت ثقافة منتشرة عند كل الطبقات. المهرجان نفسه ممكن نلاقي فيه ألفاظ تدعو للعنف بشكل قوي جدا، موضوع استخدام السلاح، استخدام القوة في الخناق، تطلع سلاحك ومش عارف اضرب ايه واعمل كذا، امسك سلاحي واطلع ساحب وبقى في سندال وحاجات دي كلها ألفاظ بيغنيها النشأ الصغير حتى قبل الأشخاص الكبار. النموذج المادي الفج اللي هو برضو منتشر بشكل كبير، أغاني محمد رمضان. محمد رمضان الخطورة بتاعته ان هو بيمثل كمان فكرة النموذج النجاح، اللي هو بيقول لكل شاب انا منكم. يعني قبل كده لما مثلا نشوف ممثل مشهور، مين اي ممثل مشهور بيلعب دور البلطجي او القوي، فالناس عارفة ان الممثل ده طول عمره ارستقراطي، طول عمره من طبقة اجتماعية عالية، فلما يعمل دور البلطجي او دور الفقير العنيف فهو اذا هو ايه بيمثل. لكن لما يبتدي نستعين باشخاص فعلا من الواقع هم بينتموا لفئة معينة، يبتدي يرسخوا مفهوم النجاح ان هو القوة. يعني حتى الصورة دي معبرة جدا، هو بيقول ايه هنا، دي من اغنية اسمها مافيا، متابعين مافيا طاقية غربية، فلوس على سفرة كبيرة جدا، تمام، وموظفين بيعدوا الفلوس كلهم بنات، طبعا يبقى راجل قاعد وسط البنات دي كلهم، هم موظفين عنده وطالبين رضا عنه، وفي نفس الوقت هو حاطط السلاح او اللي بيستخدمه طول الاغنية بشكل كبير. يبقى لما حاجة زي كده، يعني كلمة مافيا مثلا، يبتدي اغنية وتنزل، ودي دعوة لايه؟ دعوة الخروج عن كل قيمة، دعوة الخروج عن كل قانون. فما يبقى في مجتمع يحتفي ويحتفل بحاجة زي كده، يعني انا اتصور مثلا لو احنا عملنا اغنية عن الارهاب مثلا، واحد بيقول انا ارهابي 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 وقاعد يعمل وبفجر وبقتل ناس ومش عارف، هيحصل ايه على طول؟ هيحصل ان هو مش هيكمل، يعني يتم القبض عليه وزراعة فتنة وزراعة مش عارف كذا. ولكن ايه الفرق بين صحيح، ولكن خرج من دور رقابة فكرة العنف دي، فكرة. فبعد كده لما نيجي شباب كتير جدا يتمثل بالفكرة دي ويبتدي ان هو يطبقها وراجح والقتل والضرب في مستويات اجتماعية مختلفة، ساعتها ما بنقولش ليه حصل ده، احنا بنروح نعاقب الشخص اللي هو الاعلام بيربيه 24 ساعة على القيم دي، بنقول له اتفرج ولكن ما تتمسكش، يعني ممكن حتى لو طبق بس ايه، بس لازم تكون ذكي انك ما تتمسكش، بس لو قدرنا نمسكك ونعاقبك هنعاقبك، لكن لو انت عملت الفعل دوت اللي انت بتتفرج عليه واللي احنا سامحين بنشره بشكل مستمر في الاغاني وفي الافلام وفي المسلسلات، ساعتها يبقى انت كده بقيت وصلت لقمة القوة والسعادة. فكرة تنمر كمان ممكن يكون تنمر فكري اقتصادي، يعني انا دلوقتي لما ابتدي ان انا اعرض صور لكمباوندات ومسلسلات بتتكلم عن ملايين ومليارديرات بيتخانقوا على صفقة، وليل نهار لمجتمع هو اغلبه طبقة وسطى او طبقة اقل من الوسطى، دي حالة من التنمر، دي حالة من الاعتداء النفسي المستمر على الناس. مفروض المسلسلات والافلام تتكلم على من الشعب، يعني تكون من الشعب للشعب، بتحلل مشاكله، بتطرح قيمة معينة. ولكن لما الاقي اكتر من 80% من مسلسلات والافلام بتتكلم على طبقه الاغنياء اللي في العربيه 4x4 وكذا، دي بتعمل حاله من الدونيه والانهزاميه عند الشاب اللي بيقول انا فعلا انا مش عايش لما كل الناس بالشكل ده عايشه وانا ما وصلتش لواحد على مليون من اللي انا شايفه ده.
التنمر نفسيا بيكون فيه عوامل مختلفة. بيكون عنده شهوة عند الإنسان المتنمر، شهوته للاستعلاء لبسط السلطة. بيكون عنده حالة من الغضب ناحية الشخص الضحية اللي هو بيهاجمه، أو بيكون عنده حالة خوف من المكانة أو السلطة اللي ممكن أفقدها، فيبتدي يهاجم الشخص اللي قدامه. الشخص المتنمر ممكن يكون عنده ثقة مفرطة في النفس إن أنا قوي وإن أنا عندي قدرة، فيبتدي يهاجم. أو ممكن يكون عنده عدم ثقة في النفس فيعوض عدم الثقة دي بعملية التنمر. مهم الحاجات دي، التحليلات دي كلها نفهمها، عشان إحنا كأشخاص سواء عاوزين نحلل ونطرح أفكار تصلح المجتمع، أو إن أنا شخص فعلا بتعرض في البيئة المادية دي لحالات تنمر، مهم جدا أعرف أواجه التنمر ده إزاي. فلما بحلل أسبابه وبحلل الشخص اللي قدامي، بقدر أواجه بالشكل السليم. طيب، التنمر نفسيا ممكن يكون ناتج من شخصية المتنمر، ممكن تكون نرجسية، محب للذات، مفرط بالحب لنفسه. ممكن تكون شخص مدلل، يعني كتير من نماذج التربية دلوقتي بتشوف ابني مميز، ابني لازم أحميه حماية مفرطة، أدلله كل احتياجاته اللي هو عاوزها، مبقاش فيه الإعداد الكافي للدخول للحياة. فالشخص بيبقى ملك، أو الطفل الصغير أو الشاب المراهق بيبقى ملك في البيت. فالملك ده بيتوقع ان هو ملك في كل البيئات اللي هو بيتفاعل بيها. فلما يروح المدرسة ويبتدي يشوف طلبة زمايله مش مهتمين بيه زي ما البيت مهتم بيه مثلا، او ان مثلا اخطأ فضحكوا عليه او كذا، ايه اللي يحصل؟ يبتدي حالة من رغبة في الاستعادة للدلال ده، للسلطة دي، فيبتدي يعمل عمليات مستمرة من التنمر عشان يستعيد المكانة اللي هو بيشعر بيها في البيت. ليه؟ لانه ليل نهار بابا وماما بيقولوا له انت شخص مميز، انت شخص حبوب، انت تستحق كل حاجه في الدنيا. ف لما بيشوف عكس كده في المجتمع حواليه، بيبتدي حاله من التنمر عشان يستعيد المكانه دي. ممكن القلق المرضي، الاشخاص اللي بيمتلكوا سلطه معينه او مكانه معينه او مكتسبات وخايفين يفقدوها، زي المدير مثلا. المدير ممكن يتنمر على الموظفين بتوعه، لان بناء انا عندي وظيفه مهمه، بتجيب لي دخل كويس، بتجيب لي سلطه كويسه، ولكن الموظفين ممكن يكشفوا اخطائي، ممكن يقصروا في العمل، ممكن يعني اي سبب يهدد المكانه او السلطه دي، فيبتدي يفرض سلطه متزايده عليهم عشان نتيجه القلق الماضي اللي بيشعر بيه من فوات السلطه دي. في ناس كتير مثلا حابة تاخد مكاني، في ناس ممكن تشنع عليا، فيبقى كل العاملين معايا في بيئة العمل دول أعداء محتملين حتى يثبت العكس، فده بنسميه القلق الماضي. ممكن نتيجة العوامل الهجومية لبيئة الغابة اللي أنا عايش فيها دي، فيحصل لي حالة من الاكتئاب. الاكتئاب إما يقلب بسلبية، أو عشان أخرج من الاكتئاب ده ابتدي أعمل عملية عدوانية مقابلة، تمام؟ أو لو أنا حاسس بفشل اجتماعي برضو ممكن أعمل عملية تنمر على اللي حوالي عشان أعوض الفشل ده. ممكن الإنسان يوصل لدرجة من الاعتداء اللي هو بيسموها السايكوباثية أو السادية، اللي يبقى الإنسان بيعتدي أو بيتنمر على الآخرين بدون أدنى إحساس من تأنيب الضمير أو الإحساس بالألم أو المشكلة. هو بيتلذذ بالهجوم على الآخر. فدي حالة متقدمة جدا من العدوانية بيسموها السايكوباثية، تمام؟ ممكن يوصل بيها الإنسان لأن بيحس أن تأنيب الضمير دوت عبء عليه، عبء بيقف قصاد أن أنا أخد حقي اللي ضايع في المجتمع، فيبتدي يهاجم ويدافع حتى ولو كان الأذية اللي وقع عليه أبسط أنواع الأذية. الشخصية بقى الضحية ممكن تكون عنده عوامل بتساعد لعملية التنمر، عوامل نفسية زي السلبية. هو أي فعل بيحصل له بيواجهه بسلبية، بيواجهه لو شخص انطوائي. فالمتنمر لما بيشوف شخص انطوائي غير اجتماعي
فبيشخصه او بيقول اكيد ده مش هيعرف يدافع عن نفسه، فاكيد ده فريسه سهله. عارفين زي في الحيوانات برضو، انا عاوز دايما اشبه الماديه دي اشبهها بالغابه. في الحيوانات في القطيع الاسد بيهجم على ايه؟ على الشارد، على الضعيف ده. حتى هو لما بيهجم على القطيع بيحاول يبعد الشخص عن اي او الفريسه عن القطيع بتاعها، ساعتها ممكن اصيب بسهوله او المهاجمين يلتفوا عليها وياكلوها. فالشخص الانطوائي على طول، يعني حتى انا زي برضو اولادي بيحكوا لي في المدرسه، لو شخص انطوائي شويه ما بيعرفش يتكلم ما بيعرفش يدافع على طول، ده بيبقى اول فريسه لعمليه التنمر. التنمر اخلاقيا لو نتكلم بقى على الاخلاق، لو الانسان حاسس ان الواقع بتاعه مادي، بيشوف ما بيشوفش قيمه في الحياه تمنعه ان هو ياخد حقه، السعاده ماديه، السعاده في السلطه، السعاده في الفلوس، السعاده في اكل حق الناس، فيبتدي ان هو يعجب بنفسه، يبقى القيمه الوحيده اللي هو بيحاول يحارب عليها ويقويها هي نفسه، فبنسميه حاله من العجب، اني اعجب بنفسي اديها اكبر من قيمتها. يبتدي يقلل الموضوع لغرور، الغرور ان انا ابتدي ادي بدل ما احب نفسي بالعجب، لا كمان هديها اكبر من قيمتها، بما اني بحبها فهي احسن من الواقع، ما اشوفش عيوبها، ما اشوفش النواقص بتاعتها. وبما انها في حاله غرور هيقلب بعد كده الكبر، فبما اني انا القيمه الكبيره جدا فاذا اتكبر على الاخرين لان قيمتهم اكيد اصغر مني، فيقلب للخلق الكبر. الكبر ده والغرور دوت بيعمل حالتين، لو انا حاسس بقوتي واقدر اتسلط وتنمر على الاخر، فهطلق لنفسي الايه؟ هطلق لنفسي الغضب والتهور، فيبتدي يظهر الموضوع بالتنمر المباشر. لكن لو انا مش قادر اظهر دوت، امكانياتي ضعيفه برضه، فابتدي اتنمر بشكل غير مباشر عن طريق اخلاق زي الحقد والحسد، بتبقى اخلاق مستخبيه ولكن بينتج عنها زي ما قلنا تشويه، سمعه، نميمه، غيبه، ولكن هي تنمر بشكل غير مباشر. بالنسبه للاخلاق الضحيه، ممكن يكون عنده جبن، عنده فتور همه، عنده عدم حكمه، مش فاهم ان في قوانين تحميه، مش فاهم ان في سلطه ممكن يلجا اليها، عنده دنو للنفس. دي كلها اخلاقيات تساعد على الوقوع كضحيه. الجانب الجسدي، ممكن يكون في عنصر المراهقه، في سن المراهقه بيكون زي ما قلنا القوه الشهويه والغضبيه كبيره جدا، فاصل الانسان ان هو يوصل لكمال عقله في سن المراهقه. يعني لو الانسان متربي بشكل عقلي كويس، فهيقدر القوه العقليه في سن المراهقه توصل وتفهم الواقع بشكل سليم، فتتحكم في قوة الفيار او القوية دي اللي هي الشهوية والغضبية بشكل صحيح. ولكن للأسف اللي بيحصل ان ما بيتمش الاهتمام بعقل الاطفال، فالطفل بيقوى فيه القوة الشهوية والغضبية ولكن عقله ايه؟ لسه طفل صغير مش عارف الصح والغلط والقيمة وحقي وحقك، ويعمل ولما يعمل الفعل ده عقابه ايه او ثوابه ايه، فيبتدي عبارة عن كائن مندفع، يغضب بسرعة جدا، يشتهي بسرعة جدا، ما عندهوش عقل. يبتدي بعد كده يخش في العشرينات، يخش في الثلاثينات، تبتدي الحياة نفسها هي اللي تصدمه، ويشوف عواقب افعاله الخطأ، ويتربى واحدة واحدة. ولكن في التربية الصحيحة، في الانسان الصحيح اللي بتربي كويس، يكتمل العقل مع مرحلة البلوغ. طبعا ممكن يحصل مجموعة اضطراب هرموني من الغدة الدرقية، الغدة فوق الكلوية، دي كلها بتزود هرمونات تساعد على حالة الغضب اللي بتؤدي الى التنمر. برضو في ابحاث اثبتت ان الخلل في الجينات او الخلل في المخ هي عوامل مساعدة لعملية التنمر. طيب كبيئة اجتماعية، ممكن في المجتمعات اللي بينتشر فيها الطبقية زي مثلا البيض، السود، مثلا المحافظات المختلفة، محافظات الشمال بيبصلها أرقى من محافظات الصعيد مثلا، فدي حالة من الطبقية.
المجتمعات اللي بتزود الفردانية، يعني ما بتهتمش بقيمة المجتمع، ما بنقولش مثلا لازم نخدم المجتمع المصري، لازم المجتمع المصري يكون أحسن كذا، أو المجتمع العربي أو المجتمع الإنساني. المفردات دي لما تختفي يبتدي التوجه إلى الإيه؟ ثقافة الميكي ماوس، شخص كل واحد يدور على نفسه، بنسميها الفردانية. تمام؟ وبما أني فردانية إذن حالة التنافسية، لازم يا ابني تروح المدرسة وتطلع الأول، صح؟ محدش بيقول له لازم تروح وتجاوب صح، فسواء زميلك جاوب صح زيك أو جاب درجات نهائية زيك أو لا، ده شيء مش مهم، المهم إنك تطلع إيه؟ تطلع الأول. فدي غرز لقيمة التنافسية، وطبعا اختفاء قيم العدل والظلم، دي بترسخ فكرة التنمر. التنمر اجتماعيا، لو في الأشخاص المسؤولين عن البيئات الاجتماعية زي ما قلنا أولياء الأمور، المدرس، المدير، لو عنده جهل بخطورة فكرة المادية وفكرة الاعتداء والظلم وكده، لو هو عارف وعنده تخاذل أو قابل بمبادئ الظلم وقابل بالحالة الحيوانية والاعتداء ديت، دي كلها بتساعد على التنمر. برضو لو الأشخاص عامة الناس اللي هم زمان كان ما كانش في حد بيسيب حد يتخانق مع حد، أو إن واحد يضرب واحدة ست مثلا، يعني حضرتك بتقول الخناقة مثلا، الخناقة لو بتحصل بين راجل وست مستحيل حد يسيب واحدة ست تتضرب، يقول له انت بتضرب ست بصرف النظر. لا، دلوقتي ممكن نشوف الأجزاء دي حاصلة في المجتمع للأسف. بالضبط، تحصل حالات قتل وضرب. أنا زميلي مرة عمل حادثة، بعد الشر يعني عن السامعين، فالحادثة دي العربية اتقلبت وهو وزوجته وولاده اترموا يعني بره العربية ودم وحاجات زي كده، فاللي كان فايق منهم زوجته، فمراته بتقول له بتشافت الناس داخلين على العربية وبيدوروا على أي حاجة يمدوا ايديهم ايه وياخدوها، فبتقول لهم بتعملوا ايه ده احنا بتطلبوا لنا الإسعاف. الراجل ده يعني ثقة مصدق كلامه يعني، فالناس بيقولوا لها ايه؟ خليكي في اللي انت فيه، خليكي في المصيبة اللي انت فيها، يعني جت على الموبايل، جت على الشنطة، جت على المحفظة، خليكي في الايه؟ في اللي انت فيه. فين بقى القيم اللي هي مثلا ان انا واحد ضعيف او واحد عنده يعني عيان اطلب له اسعاف او اساعده؟ دي كلها اختفت. صحيح. بص حضرتك، هو توسعه في المجتمع، احنا انشغلنا قوي فبلعنا زي ما قلنا البلاي ستيشن بلعتنا والفيديو، فانت ايه اللي هنا في مخ الطفل؟ لشيء حتى لما تمشي في الشارع النهارده، لما انا اشوف بابايا بيتخانق في الشارع مع احنا متنمرين لبعض في الشارع دلوقتي، في حاله من التنمر. المصريين مالهم عاملين مع بعض كده في نفسهم؟ ليه كده احنا واقفين لبعض ليه كده؟ طب وانت طفلك ده اللي راكب في العربيه او شايف حيال عادي، ما هو برده بيتشرب، فعلى طول بيقوم الطاقه السلبيه دي بيعتادوا على ابوه واقف بالشتيمه باتفر، ما قدرش يعمل حاجه، عاجز، الطاقه السلبيه راحت. لما راحتش هتطلع يا اما لجوه انتروفيرتد في صوره ان هو يجيله سايكوسوماتيك يعني اعراض نفسيه بقى يرجع يجيله اسهال لانه عاجز مش قادر، يا اما يروح مطلعها كطفل متنمر على المجتمع والاطفال الاخرين يخنقهم او يقل ادبه على المدرس. واضح الفكره. فهو الشخص اللي بيتم التنمر عليه دوت او بيشوف مظاهر العنف والكبت بيحصل له ايه؟ على طول بيخزن ده وبيطلعه، يا اما على الاضعف منه. حتى كان في يعني صوره لذيذه كده على الفيسبوك، الاب بيزعق للام والام بتزعق للولاد والولاد بيزعقوا للدبه العروسه، فكل واحد ما بيقدرش يطلع الكبت او الظلم ده فبيطلعه على الايه؟ على الاضعف منه. وهي دي فكره الغابه اللي احنا بنحذر منها. طبعا تربويا نفس القصة الاجتماعية بتأثر منظور التربوي، الضغط والعنف والتفكك الأسري بيساعدوا على حالة التنمر. ممكن المربي نفسه بيساعد، قلنا على بيكون هو المتنمر، زي الأب اللي عاوز يفرض سلطته على أولاده أو الأخ أو الأم أو المدرس اللي هو بيستهزئ من الطلبة بتوعه، وكل ده ممكن هو مش حاسس، بيقول أنا بقى يعني بضحك بهزر، ولكن كلمة بهزر دي نفسها ممكن تكسر أو تعمل شرخ كبير جدا في الأطفال.
واضح طبعا التربيه واثرها يعني في السن الصغير ده غالبا يعني بنسبه اكتر من 90% الطفل صوره والده ووالدته، مهما ادعى الاب ومهما اتكلم ومهما ادى شعارات افعاله بتكون على طول انعكاس في اخلاق اولاده الصغيرين. ايه اثر التنمر على الضحيه والمجتمع؟ طبعا التنمر بيعمل عند الشخص الضحيه دنو، احساس بالعجز، احساس بعد كده ان هو مستحق التنمر دوت، الم نفسي، نفور، خوف، ممكن يقلب بعد كده من حالات غضب زي ما هنشوف، وحقد ناحيه المجتمع، اضطرابات نفسيه، بيكون عنده خوف مرضي، هلع، اكتئاب، اضطرابات في الشهيه. الاضطرابات النفسيه دي ممكن تنعكس بعد كده على اخلاقيات، فيبقى الحاله اللي هو بيعاني منها دي حاله مستمره زي احساس بالجبن، بالحقد، الحسد، اضطرابات جسديه سلوكيه بعد كده، عنف، انسحاب، انطواء، حتى ممكن يوصل لحاله من الانتحار لانه بيحس بالم الظلم اللي وقع عليه ما بيقدرش يستحمل فبينهي حياته زي الحاله دي. عذرا، كنت اظنه طفلا سوريا. بهذه العبارة كان رجل تركي يبرر سبب ضربه لطفل، اكتشف لاحقا أنه أردني جنسية، ولم يكن يدري أن طفلا سوريا في مدينة تركية أخرى أقدم على الانتحار بسبب ما تعرض له من أذى نفسي داخل مدرسته. ارتفاع وتيرة خطاب الكراهية في الآونة الأخيرة ضد اللاجئين السوريين والذي تروج له بعض وسائل الإعلام التركية أخذ ينعكس سلبا على حياتهم الاجتماعية والتي تأثر بها الأطفال أيضا على مستوى علاقاتهم سواء كان في المدرسة أو مكان السكن. آخر هذه الحالات كان انتحار الطفل وائل سعود في مدينة كوجلي في تركيا بعد شجار مع زملائه في المدرسة وتعرضه للهجة قاسية من قبل أقرانه لأنه سوري. هذه الحادثة هزت الرأي العام التركي قبل السوري ولقيت ردود أفعال واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بحسب المواقع التركية. وزارة التربية التركية أصدرت بيانا نفت فيه أن يكون وائل تعرض للتوبيخ أو العنصرية سواء من قبل أصدقائه أو مدرسيه في المدرسة، مشيرة إلى أن وائل تم اختياره طالب الشهر في مدرسته لتفوقه وانضباطه. في مقابل هذا التصريح يؤكد عم الطفل أن وائل كان من الطلاب المتفوقين في المدرسة ولكنه في الآونة الأخيرة بات يخشى الذهاب إلى المدرسة بسبب تعرضه لإهانة مستمرة في مدرسته. للأسف فكرة الاعتداء أو مهاجمة اللاجئين أو الجنسيات الأخرى دي فكرة حاليا بقت منتشرة بشكل كبير جدا خصوصا في الدول الغربية. أصبح طبعا مش دي مش ظاهرة يعني مش عامة، ولكن الاتجاه الشعبوي أو الاتجاه القومي اللي بيحرض على العرقيات الأخرى أصبح منتشر وبياخد شعبية وبيوصل للحكم في مقاعد البرلمان. الكلام ده انتشر جدا مثلا في بريطانيا لما جينا يعملوا تصويت على الانفصال عن أوروبا كانت في حملة قوية بتدعو ان احنا البريطانيين بيتم غزونا باللاجئين فأحسن حاجة ان احنا نطلع من الاتحاد الأوروبي اللي هو بيقبل اللاجئين ده ونبتدي ننفصل عنهم، وفعلا حصل التصويت والموافقة. في فرنسا اللي هي كانت مفروض بلد الحريات وبتقبل شمال أفريقيا أصبح اتجاه القومي اللي هم بيدعوا ضد اللاجئين ضد العرب وضد المسلمين. حاليا لو أنتم تابعين كمان السياسة في أمريكا نفس القصة، عرقية البيض وأفضليتهم على اللاتين والهجرة وعاوزين يبنوا سور، دي كلها عمليات متزايدة واللعب على العرقيات دوت أصبح منتشر جدا حتى في البلدان اللي هي كانت بتنادي بالحرية والمساواة والديمقراطية وأرض الفرص والحلم الأمريكي وغيره. فأصبح حالة فعلا كبيرة من التنمر، حالة مجتمعية. طيب زي ما قلنا
حالة التنمر بقى ممكن ينتج عنها ازاي، ممكن ينتج عنها ايه، ينتج عنها شخص محطم، او الشخص ده لو ما استحملش الضغط اللي عليه فممكن ينفجر. مين شاف فيلم جوكر؟ تمام، ايه رأيكم فيه؟ حب اسمع رأيكم في الفيلم. يعني الفيلم مكسر الدنيا، تعدت ايراداته المليار دولار، ناس كتير اشادوا بيه. الفيلم الاخير طبعا الجوكر ليه اكتر من فيلم يعني من زمان، وبعدين شخصية نفسها، وكانت بتقدم كشخصية شريرة، ولكن دي اول مرة يتعمل فيلم لشخصية شريرة ويبتدي يبين ليه وصل للحالة دي. طيب ايه رأيكم في الفيلم او الشخصية؟ تمام. طيب الجوكر ضحية ولا مذنب؟ تمام. طيب تفضل، ايه رايك في الفيلم؟ تمام. اي ايه الحاله اللي وصل لها؟ يعني هو وصل لايه؟ حاله ايه؟ ايوه. ما دي بالظبط في علم النفس بيسموها السايكوباثيه. السايكوباثيه يعني انك تقتل وتتلذذ بالقتل، تتلذذ بالسيطره على الضحيه. تمام. فهو وصل لدرجه ان هو يبتدي بقى عنيف مع المجتمع لدرجه ان ما بيحسش، ما عندوش اي نوع من تانيب الضمير لما قتل كذا وكذا. مش نحرق الفيلم بقى لبقيه الناس ولا ايه؟ مش عارف. المهم، طيب برضو الجوكر ضحيه ولا مذنب؟ اي صحيح. وابتدوا ايه؟ يكسروا ويحرقوا ويضربوا، والشغب اللي انتشر ده. تمام. صحيح. طيب خلينا نشوف التريلر بتاعه. انا كده مش هحرق حاجه، ده التريلر اللي موجود في على اليوتيوب. Please stop bothering my kid. Sorry. Arthur, I have some bad news for you. This is the last time we'll be meeting. You don't listen, do you? You just ask the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts. And finally, in a world where everyone thinks they can do my job, check out this guy. When I was a little boy and told people I was going to be a comedian, everyone laughed at me. Well, no one's laughing now. You can say that again, pal. It's so awful, isn't it?
I even really existed. But I do. And people are starting to notice. You think this is funny? Is this a joke to you? Murray, one small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker? Send in the clowns. طيب يعني هحرق حتة بس في الفيلم، حتة صغيرة. الفكرة بس إن الفكرة إن الجوكر أغلب الفيلم هو فيلم مؤلم نفسيا، يعني هو بيحاول يبرز أشد أنواع الظلم اللي ممكن يقع على إنسان من ناحية كل المحيطين به. يعني مفيش حد وقف جنبه، يعني حتى يمكن اللحظة الحلوة اللي هو كان فاكرها لحظة كويسة طلعت ماشي يعني ما علينا. المهم فالفكرة العامة ان هي بيؤلمك، حتى الموسيقى التصويرية في الفيلم نفسه مزعجة وقوية ومؤلمة نفسيا، فده بيبرز قد ايه الانسان في العصر اللي احنا فيه ده، عصر مجنون، عصر مادي، عصر ظالم جدا. انت كانسان لما بتتفرج على الفيلم ده ممكن تبص له من ناحيتين، ممكن تبص له من ناحية ان انا كمان موجود في عصر مشابه زي عصر الجوكر وبتعرض لنفس الالام، ويمكن اكتر كمان في بلد نامي معين في مصر او في اي حته تانية. فاذا انا لي الحق ان ابقى ضحية زي الجوكر، فلو انفجرت وجيت على حد او اذا اللي بيبرر الانفجار ده ايه؟ العنف او الظلم اللي وقع عليا. فده منظور شخصي ما بيبصش غير لنفسي، غير لذاتي. انا هبرر لنفسي، طلعت من الفيلم انا هبرر لنفسي اي حاجة هعملها لايه؟ في الناس اللي حواليا. ليه؟ انا خدت حقي خلاص، ده انا يعني الدنيا جت عليا للاخر، فاي حاجة هعملها في اللي حواليا انا معذور. بس في منظور تاني ممكن يبتدي يحلل، يبص للمجتمع نفسه. طيب لو قلنا الجوكر ده مظلوم، طب مين اللي ظلمه؟ والدته، والده، مديره، زميله، كذا. طب ما يمكن كمان هم دول كمان كانوا جوكر، صح ولا لا؟ وفي ناس حواليهم ظلموهم، فاذا هو مظلوم من مظلومين، فهم كمان مظلومين جوكر. طيب واللي ظلم والمظلومين دول مين اللي ظلمهم؟ مظلومين جوكر تانيين. يبقى الفكره هنا ان نموذج الجوكر لو انا هبص له، ده نموذج بينتج جوكر جوكر جوكر. مش بس الناس بتقلد، لا فعلا الناس جواها شخصيتها هي جوكر، ان هي مظلومه، فانا هبتدي هبقى عنيف مع المجتمع باشد انواع العنف. فالسلسله مش هتخلص، احنا كده هنوصل فعلا لغابه كلنا معذورين فيها، وده شيء سيء جدا. كل الافكار القيميه بقى والدينيه وكده بتقول عكس كده، ما بتقولش ان احنا في غابة، بتقول ان في قوي وفي ضعيف وفي اله فوق بيحاسب القوي ظلمه للضعيف، او بيصيب القوي لما بيساعد الضعيف، يبقى يقدر يظلم وبيظلمش. وان الامور محسوبة بالذرة بالميزان. فاذا مهما شفنا ظلم وضرب لا كله هيجي وكله ايه؟ هيتحاسب واحد 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 واحد. تاني حاجة، الدنيا مش ظلم بحت بالشكل ده. لازم نبص للدنيا بإنصاف. هل أنا الأجزاء الكتير اللي اتظلمت فيها دي مفيش أجزاء أكتر منها خير؟ ما أنا دلوقتي أنا ببص على الفلوس اللي ناقصاني دلوقتي عشان أتجوز، أو ببص على مثلا الشغلانة اللي أنا مش لاقيها دلوقتي، او على والدي او والدتي او الشخص العزيز اللي انا فقدته، او اي نقص في الدنيا. طيب ايه الجوانب الخير اللي موجوده في الدنيا؟
ما لو انا ببص لها بانصاف جوانب الخير كتيره جدا اكتر من كده. فاذا انا كشخص لازم ببص للمنظور بشكل كبير. فيبقى المنظور الصح لفيلم الجوكر ان احنا لازم ننادي بوقف عمل الجوكر، وقف انتاج الجوكر. يعني مثلا اهو ده جوكر برضو، طالب امريكي يحير الشرطه فتح النار على رفاقه وانتحر. ممكن يكون عمل كده ليه؟ تيجي حوادث مستمره من التنمر والاعتداء وكذا، فبما ان السلاح موجود راح ساحب سلاحه ايه ومطلع الطاقه الكابتل كلها دي. فيبقى اذا لازم احنا نقول لا، الطالب ده مش معذور. زي ما الجوكر، زي ما الاستاذ قال، الجوكر يعني في انتقامه من المجتمع كان بيستخدم اشد انواع الانتقام، مع انه كان ممكن يستخدم وسائل ابسط شويه يحمي بيها نفسه. يبقى انا لازم انادي ان في حاجه اسمها حق وفي حاجه اسمها عدل، احنا مش اسود وحيوانات موجودين مع بعض. كمان لازم ابتدي اتعامل مع الواقع. فاحنا قلنا طبعا خلينا نشوف الاثار طبعا السلبيه للتنمر، ظلم، جريمه، عنف، غضب، احتقان. في بقى لازم اشوف الواقع كمان ان التدافع وحاله الظلم اللي حاصله دي ليها اثار ايجابيه. ايه هي اثار ايجابيه للتنمر؟ ها يلا سؤال صعب اهو، ايه الاثار الايجابيه للتنمر ولا ما فيش اثار ايجابيه؟ صحيح، اللي هو احول المخاطره او احول التهديد الى فرصه. انا دلوقتي شخص ضعيف، شخص بيتنمر عليا، لما بتتم عمليه التنمر عليا اول حاجه لازم اكتسب القدره على حمايه نفسي عشان اعرف اعيش في المجتمع الظالم ده. بس في نفس الوقت وانا بدافع عن نفسي اعرف اوزن الرد عشان ما تنمرش انا على الاخرين. ازاي ادافع عن نفسي؟ ازاي ادفع عن نفسي الظلم مش اظلم الظالم؟ واضح ان دلوقتي بقى فكره الجوكر منتشره، حتى عليك بتتكلم على الدول. لا دلوقتي في دول كتير في المجتمع العربي هي دول منتشر فيها الفساد والمشاكل ولكن بيطلع الشباب والمظاهرات يعملوا ايه؟ يطالبوا بشعارات او طلبات غير عقلائيه بالمره. والكبار يتنمروا، ما هو بقى لو انا واحد طالع بسذاجه وبيطلب طلبات ساذجه ومش عارف هو بيطلب ايه وما عندوش فكر، فانا هستغل غضبه ده ان انا اصفي حسابات مع ايه؟ مع الشخص الثاني. فبتلاحظ في دول يطلع فيها شباب وعاوزين يكسروا ويحرقوا، فتيجي الناس تروح مش عارف الشرطه ضرباهم وقتلاهم وتقول عليهم مخربين طيب هو حصل ايه كده؟ شخص اتظلم، شاب اتظلم، ما عندهوش الوعي والفهم ازاي يطالب بحقه ويطالب من مين. ففي ناس بتحرضه بقى على التكسير والقتل والضرب والحرق، تيجي ناس تانية تاخده وتشوه صورته وتقتله خلاص انتهى، اصبح رقم من الارقام. يبقى اخذ الحق صنع، الاخذ الحق محتاج حكمة، محتاج وعي. انا لما بيحصل عملية تنمر لازم افهم اسباب التنمر ايه وازاي اتعامل معاه. اول خطوه ان انا ادفع الظلم. انا ابني كان مره برضه في المدرسه فبيقول فلان مستقصدني كل شويه يعمل كذا وكذا، فقعدت اشرح له خطوات اللي المفروض يعملها. مش اول حاجه انه يتخانق ويضرب. في مرحله ان انت مثلا لو انت جسمك كويس هتمنع الظلم ده عنك، بعد شويه تاصل ان في قانون، تاصل ان في اداره، فتروح تخلي المدير المتخاذل او المدرس المتخاذل يقوم بواجبه وتجيبني وتخليني احرجه عشان يقوم بواجبه، عشان يتاصل ان المجتمع اللي احنا عايشين فيه فيه قانون حتى ولو ما حدش بيقوم بيه. ولكن انا لازم ارجع فكره القانون، لازم ارجع فكره الحقوق والواجبات والعدل. بعد كده هبتدي ان انا ممكن مثلا امسك ايده، اوجعه شويه، احسسه ان هو ما عندوش السلطه عليا، بعد شويه ممكن اضربه مره. ده كله محتاج وعي ازاي تاخد حقك. لكن مش اللي بيحصل في عمليه العنف او الاعتداء
ان قوة غضبية بيعطول بي 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 بيقابلها ايه؟ غضب متزايد، فغضب قصاد غضب بنوصل الموضوع الى اللي بيقوى، اللي الشخص الاقوى هو اللي بيفرض سلطته. يبقى لازم الاول نفهم الدنيا اللي احنا عايشينها، افهم نفسي، افهم ان في سعادة تانية غير السعادة المادية، افهم ان في العالم شكله ايه، ايه القيم الحاكمة فيه، افهم ان في اله مهيمن بينصر حتى في عالم الحيوانات نفسها، بينصر الحيوان الضعيف على الحيوان القوي. افهم ان الخير واسع، ان العالم مش محدود الموارد. يعني انا مش بتخانق على الوظيفة دي وما فيش وظيفة غيرها، او العروسة دي وما فيش عروسة غيرها، او ان الفلوس دي وما فيش العالم واسع جدا في الموارد. فانا لما افكر فيه بالشكل ده افكر يعني ايه ربنا رزاق، يعني ايه ربنا بينصر المظلوم، يعني ايه الحاجات دي، القيم دي كلها، واقتنع بيها في حياتي، هيفرق جدا في التعامل. صحيح بالظبط، وهيطلع هو الكسبان حتى لو تعرض لموقف واثنين وثلاثة وعشرة. القوي في عالم الغابة، الأسد مهما افترى هيجي يوم وإيه؟ ويضعف ويعجز، وبيفضل في رصيد الأسد الظلم اللي هو عمله. أنا بقى بمثل بدل. صحيح صحيح، ولكن في بشر بيبقى اسوأ من الحيوانات نفسها. تخيل لو انت شاركت بنسبة 1% في ينتحر شخص ما، او يصاب بمرض نفسي يدمر حياته، او حتى ينام ليلة واحدة يبكي، او ان يعيش حياته كاملة وهو يظن انه لا يستحق شيء. كيف تعيش مع هذا الذنب، وكيف تبرر هذا امام الله؟ راقب كلامك لا للتنمر. ازاي بقى نواجه التنمر؟ لازم انا لو عندي الخاصية دي، خاصية الاعتداء على الآخرين، حب السلطة، شهوة السلطة، لازم أعمل مع نفسي مشارطة، إن أنا كل يوم الصبح أعمل مشارطة لنفسي، إن أنا لازم أتحكم في نفسي النهاردة، مش هفتري على الأضعف مني، مش هسعى للسلطة. بعد كده بعمل حاجة اسمها مراقبة، دي بنسميها علاج أخلاقي لأي خلق سيء عند الإنسان، إن هو بيتفق مع نفسه الأول مش هيعمل السلوك السيء ده النهاردة الصبح، يقول يوم واحد مش هبقى متسلط فيه، يوم واحد مش هبقى بخيل فيه، يوم واحد مش هبقى كسلان فيه. ويبتدي بعد كده يراقب نفسه خلال اليوم، اول ما يشعر ان هو هيتسلط، يشعر ان هو هيبقى بخيل، يشعر ان هو هيبقى كسول، على طول يقول لنفسه لا لازم النهاردة اكسب الرهان دوت، فيتحرك، واخر اليوم يعمل محاسبة لنفسه، لو أثاب وبقى شيء كويس ونجح في اليوم دوت بيدي نفسه مكافأة. دي بيسموها مشارطة ومراقبة ومحاسبة، عشان تغير أي عادة سيئة في نفسك بتعمل ثلاث خطوات دول. لازم تعرف ان انت مش لوحدك، لو في مشكلة عندك بيساعد غيرك، تتأكد ان صحبة جيدة معاك. لازم تتحكم في أفكارك وفي خيالاتك، في كتير في الواقع اللي احنا عايشينه كتير بيتحكم فينا الأوهام، ان مفيش سعاده غير في كذا، ان فلان هو سبب نجاحي، ان الموظف ده مثلا بيتامر عليا. دي كلها ممكن، لازم زي ما قلت الاستاذ، هل يمكن دي؟ يمكن دي معناها ظن، واكيد معناها يقين. لازم افرق بين الظن واليقين عشان اعرف اخد قرارات بعد كده. لو انا عندي تكبر اعمل سلوك عكس التكبر، يعني اتواضع بافعال معينه. لو عندي حقد وحسد ناحيه شخص بكرهه والمفروض ما اكرهوش، بعمل له عطاء، بعمل له احسان. الغضب، لازم حاله الغضب نفسها ليها طرق للتحكم فيها، اول ما بتزيد، اول ما تبتدي، لازم اغير مكاني، لو واقف اقعد، افكر في شيء تاني. دي كلها عوامل تساعد على التحكم في الغضب. لازم يكون عندي الشهوة بتاعتي في عصر الشهوات ما اطلقهاش العنان بتاعها، كل حاجة عاوزها واقدر اخدها. لازم اربي نفسي، لا مش كل يوم نسكافيه، مش كل يوم نوم زيادة، مش كل يوم، لازم يبقى عندي الشهوة مملوكة بالعقل. لو في عندي حالة خوف
يبقى عندي اقدام عندي شعور بالطمأنينة. هنشوف فيديو مع بعض. ازاي اتعامل مع التنمر؟ You're an idiot. What'd you say? You're an idiot. You're an idiot. You're ugly. That hurts my feelings. Yeah, like I care. I'm gonna get you in trouble. Sure, short stuff. I'm taller than you. Shut up. واضح اول ما نخش في صراع غضب على طول الاقوى هو اللي بيكسب. Like I care. Like you could do anything in those clothes. These clothes are freaking awesome, okay? Sure, plaid and sweater vest. Oh, you have eyes. You can see. Stop being mean. I hate your face. Stop being mean. I hate blonde people. All right, give her a big hand clap. She did great. All right, now hold on, hold on. Good job. All right. I tried to stop you. I couldn't. You did a great job. We're gonna play one last time, same rules. You can call me an idiot. I'm gonna try to stop you. Don't let me stop you, okay? You keep being mean to me. You think I can stop her? No. No. All right, I'll try. Here we go. On the count of three, everyone say action. One, two, three. Go and call me an idiot. You're an idiot. Oh, you think I'm an idiot? Yeah. Yeah, sometimes I do stupid things. That's true. Yeah, you do. You always do stupid things. I know. You're so smart. You're so lucky. Yes, I am. You're awesome. Thank you. And you're not. I know. We established that. Cool. Look, my happiness is not based on whether you think I'm cool or not. I'm going to be happy even if you hate my guts. Okay. And I'll always be nice to you, sweetheart. Okay. No. Isn't she lovely? Thank you. You're welcome. I won. Give me a big hand clap. That was awesome. Sociologists have been studying bullying for decades. They just don't call it bullying. They've always called it dominance behavior, that it's other people trying to overpower others. And it's just like the animal kingdom, you know, the alpha male mentality. That's what's happening on campus. And so when we understand it in terms of dominance behavior, people trying to have power over another, that helps us understand what to do about bullying when we really understand what it is. All the bullying experts agree on one thing, that bullying is an imbalance of power, that someone's trying to have power over you. They want to see you lose and they want to win. You see, the experts say it's an imbalance of power. Let me put it this way. Let's say a bully says they hate your guts. I hate your guts. If you respond out of anger, shut up! The bully loves that. Never. Don't care. You're hurting my feelings. That's the point, stupid. You see, the more upset you get, the more angry you get, the more fun they have. But what would happen if we were resilient? Everybody say resilient. What if we were emotionally strong? Everybody say strong. What if we were mentally tough? Everybody say tough. Then no matter what the hater says, you wouldn't care. I hate your guts. That's nice. You smell like body odor. You're nasty. Thanks for the information. Your face is ugly. You have a face of an angel, sweet cheeks. Okay, maybe that was too far. But how awesome would it be if you, the victim of relentless teasing and taunting or bullying, decided to not get upset, to have tough skin, to allow the hateful, mean words of others bounce right off you and not care what the other person says. If you explain to students that bullying is nothing more than a game about winning and losing, and that the way that they can win is by not getting upset, and the bully will lose. And when people lose, they don't like playing the game, so they'll leave you alone. When you explain that to a student, it's simple, it's concrete. It's not abstract, it's not ethereal, it's not complex, it's simple. Don't get upset no matter what they say. I'm not saying it's easy, but in logic, it's very simple. Now, it's important to know this.
When I say bullying, I'm only talking about when someone's hurting your feelings. If you can understand bullying in terms of someone hurting your feelings, then the solution is very simple. But some people think bullying is more complex than hurting your feelings. They think bullying is like violence. Let me make it very clear. When I say bullying, I'm not talking about when someone punches your face. I actually believe that, you know, you should get upset if someone punches your face. That's not bullying. That's called assault and battery. Okay? Don't just stand there. It's all good. No, dude. If someone straight up punches your face, get upset. Why? Because that's a crime. That's not bullying. It's a crime. And crime should be punished. And if you ever feel like your life is in danger, you should be protected. You should reach out for help. واضح الفكرة؟ فالتنمر والاعتداء هي مسابقة غضب. لو انت عرفت تحرر الغضب، تتحكم في غضبك، وتحسس اللي قدامك ان هو مش كسبان، ان هو تفقده السعادة اللي خلته يتنمر من البداية، خلته يعتدى عليك من البداية، ساعتها مش هيحاول يعمل كده تاني. انا افتكر يعني دي كانت قصة حادثة حصلت لي وانا صغير. كنت بمشي اول الشارع، كان فيه اولاد صغيرين، الناس اللي بتعدي بتشتمهم عشان يغزوهم ويطلعوا يجوا. فالناس الكبار لما يتشتموا ما بيعرفوش يجوا الاولاد دول ولا ياخدوا حقهم، فالاولاد بيتبسطوا جدا ان هم غزوه. فروحت اشتكي لوالدي، لا في اولاد في اول الشارع، اولاد ادب وبيشتموني، اعمل ايه؟ قال لي ايه؟ سالش فيهم. طب ازاي ده بيهنوني يعني ازاي؟ قال لي انت عارفش تاخد حقك منهم، بيجوا سالش فيهم. جيت مره ما سالتش فيهم، ايه اللي حصل؟ بطلوا يشتموني. ليه؟ افقدت لهم السعاده اللي هم كانوا بيشعروا بيها دي. فالانسان لما بيهاجمك بيتهمك، بالعكس انت لو تقابل كمان، يعني في عظماء عبر التاريخ كانوا بيقابلوا الاساءه بالحسنه، ده بيعمل ايه؟ ده مش بس بيفقد الاشخاص التانيين دول السعاده اللي شعروا بيها، لا ده كمان ممكن يصلحوهم، ممكن يحسنوا. ازاي؟ ازاي انا يجي مثلا اعرابي شخص جاهل من الباديه يجي ويمسك الرسول عليه الصلاه والسلام ويقول له اعطني مما اعطاك الله؟ تخيلوا كده كبير القوم وقاعد وسط اصحابه كلهم، يجي واحد يشدك مره واحده، انت المفروض تعمل ايه؟ ده في عز قوته، ده ظلمني يعني، ظلمني. فقال لهم ايه؟ سيبوه، ادوا له. طب ايه اللي حصل في الحادثه دي؟ دونت في التاريخ، وبقيت انا بقولها بعد 1400 سنة، وناس كتير قوي بتشعر ان يمكن ينفع العطاء، ان ينفع الصبر، ينفع الحلم. لما شخص جاهل او شخص بسيط يعتدي علي، انا ممكن اقابل ده بالاحسان. فازاي انا بيحسنني انا وبيزرع قيمة كويسة في الناس اللي بتشوف المواقف دي. حادثة واحدة اهي بتنور الدنيا لسنين طويلة بعد كده. اعمل الخير، ما تستسلمش ان الواقع غابة، وتحاول تجمع موارد قوة وتفتري بيها عشان تاخد منصب اسد اعلى. لا، لازم نرفض الغابة دي. لازم، ان في ناس كتير بتؤمن بالصح والغلط والعدل والظلم، كل واحد لازم يقول كلمة، يقدم نموذج، يقدم عطاء، يقدم فعل اخلاقي. نور لمبة هنا، لمبة هنا، انت متعرفش اصلا فعلك البسيط ده بيعمل ايه. أنا مرة كنت ماشي، وبعدين كان في راجل كبير، يعني موقف كده، راجل كبير شايل حاجات وبتاع، فأخدته معايا بالعربية ودخلته جوه ناحية بيت، ما عملتش حاجة زيادة يعني. الراجل قاعد يحكي لي إن هو إزاي في يوم من الأيام ساعد حد، فأكيد ربنا خلى حد يقف له في نص الليل عشان يساعده. أنا ما حكيتش ولا قلت له أي حاجة، بس هو نفسه فعل واحد خلاه إيه؟ يقتنع بقيمة العدل، يقتنع بقيمة العطاء. فهو ممكن يعملها مع واحد تاني، واحد تاني يعملها مع واحد تالت، واحد، ففعل صغير منك ايه اللي حصل؟ ممكن يعمل حاله متدرجه ومتدحرجه من فعل الخير وزرع القيم والافكار، هتفيد ناس كتير جدا. اخذ الحق صنعه. مثلا واحد صاحبي بيحكي لي، بيقول لي انا كنت قاعد في البيت، وبعدين اخويا الصغير جه وقال لي كلمه وهزقني. قال لي كلمة يعني سيئة يعني، أهني يعني. فروحت لوالدي، رحت ماسكه كده من قفاه، ماسك أخوه الصغير من قفاه كده، شايله تمام، وراح لوالده بيقول لوالده يرضيك يا حاج إن ابنك يقول لابنك الكبير الكلمة دي؟ الوالد عمل إيه؟
تفتكروا عمل ايه؟ على طول الصورة الذهنية اخ كبير قوي شايل عافق كده ابنه الصغير من قفاه وايه وداخل بيه. فايه اللي حصل؟ قال له خلاص ما انت خدت حقك خلاص. فحد يعمل فخوه كده وابتدى الاخ الكبير هو اللي ايه اللي يبقى هو الظالم وهو المفتري واخد الحق صنع. انت لو في حد بظلمك في حد عاملك مشكله لازم تتحكم في قواك الغضبيه ويبقى عقلك هو المسيطر عشان بعد كده يبقى تعرض القضيه لو في حد كبير هتعرضها عليه تبقى واضحه جدا المصدوميه اللي انت فيها والظلم اللي ايه اللي هو عمله فيك. ابني ده لما كان بيقول لي فلان اللي بيتنمر بيه او بيعمل كذا قلت له مين شافك؟ لازم تهتم كمان مين شافك عشان لما نروح للمدرس بعد كده ما يقولش دول اتنين بيتخانقوا مع بعض. لازم تبين مظلوميتك وان انت فلان ده عمل كذا وكذا وكذا مره. واضح اخذ الحق صنع بس عاوزه تحكم في الوعي وتحكم في الغضب لما حد يظلمني ازاي ابين الظلم اللي وقع عليا. معلش اكتر حاجه بتعجبني يعني برضو من التراث الديني او كده الحديث بين سيدنا موسى مع فرعون. فده مش هناخده من منطلق ديني انا باخده من منطلق يعني عقلي وعي يعني. فربنا بيقول لسيدنا موسى روح وكلم فرعون وهدفك حاجتين. اول حاجه تبلغه الرساله ان في ربنا مش انت ربنا ده في ربنا موجود وبتاعه لازم نعبده. والفكره الثانيه ان قوم بني اسرائيل دول حصل عليهم عمليه تنمر شديده جدا فانت انقذهم من ايه؟ من حاله التنمر دي صح؟ فسيدنا موسى عنده هدفين. نشوف بقى فرعون ازاي كان بيتنمر عليه كان بيحاول يستفزه وازاي بالوعي بتاع سيدنا موسى قدر ان هو برضو الحوار نفسه يحوله لايه؟ للهدف اللي هو برضو كان جاي عشانه. فذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتي فرعون تقول له إيه أنا رسول رب العالمين إنا رسول رب العالمين وأن أرسل معنا بني إسرائيل. تمام؟ أول ما سيدنا موسى راح لفرعون فرعون راح مطلع الأسلحة إيه بتاعته فبيقول له إيه ألم نربك فينا وليدا ده إحنا لنا فضل عليك أنت جاي تتكلم ده إحنا اللي إيه اللي ربناك ولبثت فينا من عمرك سنين يعني انت مش شايفينك دلوقتي ده انت يعني ايه قاعد معانا وواكل شارب سنين طويله ده احنا اللي مربيينك ونعمتنا عليك. تمام؟ وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين. يعني كمان مش بعد الاحسان اللي عملناه معاك ده رحت عملت عملتك ديت. تمام؟ وانت من ايه كفرت بنعمتنا وكفرت بالنعمه اللي احنا عملناها. سيدنا موسى قال ايه؟ حرق له الكارت ده على طول. قال فعلتها اذا وانا من الضالين. انت دلوقتي بتكلمني على التاريخ، فاكر التاريخ اللي انت كنت وحش؟ هو انا مش وانا بكلمك وانا من التاريخ؟ انا بكلمك بحالتي دلوقتي. فسيدنا موسى بيقول له ده انا فعلتها زمان. لكن انا موسى اللي بيكلمك دلوقتي غير ايه؟ غير زمان، فما ينفعش تاخد ذنب زمان عليا دلوقتي. ده بالعكس ده انت كنت عاوز تقتلني ففررت منكم لما خفتكم فانت كرب بقى وانت كشخص سيء كنت عاوز تقتلني ربنا سامحني صح؟ فوهب لي ربي حكما وجعلني من فربنا كافئني او سامحني مش بس سامحني على فعلتي ده جعلني من المرسلين فانا دلوقتي بكلمك بصفتي مرسل مش بصفتي الشخص اللي ايه اللي هرب فحرق له الكارت اللي بيستعمله دلوقتي. وبعدين انت فرعون بيشخصن الايه المسائل فبيقول له انت وانا وبتاع فقال له وتلك نعمة تمناها علي عبدت بني اسرائيل. تعالى بقى في الموضوع اللي انا جاي لك ايه عشانه انت بتمن عليا وانت قاعد تتنمر وتظلم بني اسرائيل فبيحط بقدره ولكن مش من الخطاب الشخصي لا في القضيه اللي هو ايه جاي يكلمه عليها. واضح الحوار نقله فين؟ ففرعون قال له ايه؟ وما رب العالمين؟ قال له تعالى بقى
انت بتسال على ايه؟ على القضيه الثانيه. انا جاي اقول لك قضيتين. في قضيه بقول لك ان بتظلم بني اسرائيل ما اتكلمتش فيها، وفي قضيه ثانيه بتقول ايه؟ من رب العالمين؟ تعالى بقى، رب العالمين رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. فاللي الرب يعني المدبر اللي بيدبر كل الاماكن دي، فبيوضح له ازاي انت كشخص فقير ما تنفعش يكون اله، لانك مش متحكم او تدبر كل السماوات والارض. قال لمن حوله الا تستمعون. ابتدى بقى يرجع تاني. الفرعون حس ان ايه؟ القضية بتضعف، وموسى بيكلمه بخطاب منطقي وبيقول له ان الدنيا كبيرة عليك وان في واحد بيدبرها اكبر منك وانت مش اله. فابتدى بقى ايه؟ يستعين بال حواليه عشان يروح جاي يسخر من سيدنا موسى. طبعا كلهم ايه؟ هيبقى هنا تنمر جماعي، ان كلهم هيقول كلمة فهو يضحكوا على كلمته. راح سيدنا موسى مكمل ايه؟ قال له قال ربكم ورب ابائكم الاولين. برضو ما انتفهش ان هو هيسخر منه، ابتدى برضو يتكلم في الفكرة الاساسية. قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. فابتدى عاوز يرجع الموضوع تاني للشخصنة والجنون والاتهام والاهانة. قال له رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم ما استسلمش. ده اللي كان الشخص بيقول عليه، ما استسلمش للحوار والاهانة الشخصية. برجع القضية برضو والنقاش للنقطة اللي انا جاي عليها، النقطة اللي انا عاوز اوصلها. قال ان اتخذت الها غيري لاجعلنك من مسجونين. خلاص بقى حس ان هو الاهانات او الهجوم الشخصي او الاستعانة بالحواليه مش نفع مع سيدنا موسى، فابتدى يستعين بمواطن قوة ايه؟ تانية. فبيقول له لو ما سمعتش كلامي هدخلك السجن. ساعتها بما انك بتستعين بقوة بقى مادية فانا كمان هستعين بايه؟ بقوة مادية. فقال له قال اولو جئتك بشيء مبين، لو جبت لك حاجة واضحة تدل على كلامي دليل. ساعتها التاني هيقول له ايه؟ لا مش عاوز اشوفها. بقول لك انا في دليل اهو واضح، في حاجة واضحة. هيقول له مش عاوز اشوفها. هيقول له مش ما ينفعش يقول له مش عاوز اشوفها. قال فأتي به ان كنت من الصادقين. فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين. سيدنا موسى خلى لو واحد معاه كارت بيقش بيه واللي هي زي المعجزه دي، كان واحد شخص عادي مش واعي كان عمل ايه؟ اول ما دخل وسع فرعون، بص انا معايا ايه؟ معايا كذا. لكن لا، خلاها في الاخر خالص لما ابتدى يهدد باستخدام السجن والعنف، هو راح جاي حول الموضوع الى الايه فواضح. فهنا خطاب جميل بيبين ازاي الانسان لازم يكون واعي في الخطاب، لازم محدش يستفزه بالاهانات الشخصيه، بالاستعانه بالناس اللي حواليه. ليه؟ عندي هدف، عندي رؤيه، عندي قضيه عاوز ابلغها، فلازم اقعد ازاي يبقى عندي دلائل عليها، استدلال واحد واثنين وثلاثه واربعه. هي ده اللي بيكسر التنمر، هو ده اللي بيكسر الاعتداء الشخص اللي داخل عليه. فيبقى احنا بنقول التنمر لازم عشان نعالجه في العلاج الاجتماعي لازم يبقى في قوانين، ما ينفعش بس اقول افكار او توعيه، هيفضل برضه في ناس عاوزه تكسر المبادئ او الافكار، لازم يمنحهم القوانين. لازم قاده المجتمع او قاده التجمعات دي، سواء اب او مدرس او مدير، يبقى عنده فهم خطوره التنمر، يتعلم يتدرب يتحمل مسؤوليه. ولازم عامه الناس يبقى عندهم ايجابيه وتربيه وتعليم وفن عشان يحموا الضحايا من المتنمرين. التنمر مش روشنه، التنمر حرام من الكبائر، من كل همزه لمزه. تمام. هنا في كان موقف حصل في دمياط اظن، كان في مدرس تنمر على طالبه، الطالبه دي ابتدت تلجا لوسائل الاعلام، تلجا للمدير لغايه ما اخذت حقها. اخر حاجه نتكلم عليها الغزو الفكري وعلاقته بالتنمر. مفهوم كلمه التنمر نفسها غزو فكري. يعني انتوا لو ملاحظين من سنه او من سنتين ما كانش في حد بيتكلم على فكره التنمر، كان في موضه تانية مع انها كانت ظاهره موجوده. ولكن احنا برضو فكره ان احنا ماشيين ورا الخارج، لما ابتدى التنمر يكتر بره ويتكلموا عليه، يتكلموا على الاعتداء الجنسي، ابتدينا برضو احنا
ماشيين في ربهم وابتدت الظاهرة تاخد اهتمام ويتم تكلم عليها في الإعلام. حتى اللفظ نفسه كلمة تنمر مش لفظ عربي، مش لفظ حضارتنا، احنا بنتكلم على ممكن نتكلم على حب السلطة الاستكبار، هي دي الألفاظ بتاعتنا بتاعت هويتنا. بس مش مشكلة يعني، حتى لو هنستخدمها تنمر عشان شائع مفيش إشكال. التنمر أساسه الفكر المادي، المادية اللي بتقول ان احنا عايشين في غابة، عايشين في مع وحوش، لازم نرفض فكرة الغابة، لازم نأصل للقيم المبادئ ان في إله في المجتمع بيدي الناس حقوقها، لازم انا اعمل عملية العطاء، اعمل نموذج. مشكلة ناس كتير قوي بيبقى يشكو من الظلم، واول ما يجي له فرصة يعني يقول لك مثلا ايه الواسطة مش الواسطة، واللي مثلا اللي بيخش مثلا جهاز امني معين ولا كذا، اول ما قريبه يبقى في الجهاز الامني ده او يبقى مدير او كذا، ينسى كل الكلام اللي هو كان بيقوله والشكوى اللي كانت واقعه عليه، ويتحول من ضحيه الى جلاد. هنا الوقت اللي بيبان معدن الناس بجد، اول ما يجي لك سلطه. هاي لا دي النقطه بقى، دي النقطة. المشكلة ان اي قوي اي مفتري هيجي وقته ويضعف. الاسد زي ما قلنا الاسد المفتري ده بيجي وقته بعجوز كبير في السن لا بتاكلوا الضباع. ما هي دي المشكلة، بتاكلوا الضباع. انا كمجتمع انساني لازم احمي الضعيف عشان القيمة، عشان حماية الضعيف دي قيمة، وحتى لو من منطلق نفعي انا بحمي الضعيف عشان هيجي لي وقت بقى ايه ابقى ضعيف. فلما برسخ فكره حمايه الضعيف انا هيجي لي وقت والمجتمع هيحميني. لكن لو احنا الحق للقوه، القوي النهارده بيبقى ضعيف بكره، ساعتها هيتاكل ومش هيلاقي حد يحميه. عشان كده بنقول معا ضد الماديه. احنا لازم نقف ضد المجتمع مش مادي، المجتمع مش قوه، حق القوه بس هو اللي بيسود. في حاجه اسمها عدل، في حاجه اسمها ظلم. لازم الناس اللي فكروا صح كتير، ولكن مشكلتهم ان هم متفرقين، كل واحد شايف نفسه لوحده. الموضوع عاوز معا، لو كل واحد هيقول كلمه، هيعمل واجب اللي عليه، هيقدم نموذج في موقف معين، ساعتها هيبقى في نقط بتنور في المجتمع، النقط دي تتجمع بعد كده. وده اللي غير مجتمعات كتير. المجتمعات بتتغير لما نلاقي مثلا المجتمع الجاهلي كان في منتهى السوء وابتدت تنبع منه حضاره عظيمه، او المجتمع الاوروبي اتغير من حضاره لحضاره. التغيرات دي عامله ازاي؟ ناس اقتنعوا بفكره، ابتدوا يطبقوها، ينظروا ليها، ابتدت تدرس في جامعات او تدرس في مراكز واماكن، ابتدت اجيال تتشربها، تنتشر واحده واحده، ويتحول المجتمع، بتحول النخبه بتاعته. بنقول هويتنا وعي، عقلانية، عدالة، أخلاق. متشكر جدا لحضراتكم، لو في أي سؤال أنا تحت أمركم. شكرا. تمام، احنا مركز بالعقل نبدأ، لو حضرتك تدور عليه على الفيس، مشروعنا بالعقل نبدأ. طبعا نشكر سيد الصاوي على الاستضافة الجميلة ديت، وإن شاء الله يكون في فرص للتعاون في الفترة الجاية. شكرين جدا لحضراتكم.